أخبار المنتصف معكم هشام الزيهدي وهشام جابر، والبداية بالعناوين. قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية تتسلمان المقرات والمنشآت الحكومية شرقية مدينة تعز تنفيذا لآلية اتفاق مع اللجنة الأمنية. والتحالف يشن غارات مكثفة على مواقع الإنقلابيين في الحديدة، والميليشيا تقتحم مساجد البيضاء وتمنع حلقات القرآن. بعد الاتهام الأمريكي الصريح، تحرك دولي ضد إيران بسبب دعمها لميليشيا الحوثي بالسلاح وتقويض أمن المنطقة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تسلمت قوات الأمن الخاصة اليوم المقرات الحكومية شرق مدينة تعز تنفيذا للاتفاق الذي تم مع السلطة المحلية في وقت سابق. كما تسلمت قوات الشرطة العسكرية مقرها السابق في منطقة العرضي من كتائب أبي العباس بحسب الاتفاق نفسه. وجرى التسليم بحضور وكلاء محافظة تعز وقائد عمليات محور تعز وقائد قوات الأمن الخاصة وقائد الشرطة العسكرية ورئيس عمليات كتائب أبو العباس. وتسلمت قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية مباني إدارة الأمن والمالية والبريد والضرائب والنادي الأهلي وميدان الشهداء وكلية الأداب ومبنى جاردن سيتي ومنشآت تابعة لمجموعة هايل سعيد التجارية وعدد من المقرات الأخرى. وجاءت عملية التسليم التي تشرف عليها لجنة التهدئة تنفيذاً لاتفاق التهدئة الذي تم توقيعه الجمعة الماضية. استنادا للاتفاق الموقع قبل 3 أيام تسليم جميع المنشآت، الحمد لله تمت العملية بسلاسة وهدوء، وهناك انضباط وموافقة من جميع الأطراف، وهناك تعاون من الأخوة سواء في الأخوة في كتاب أبو العباس أو الأخوة الآخرين في الجيش الوطني، والأمور مستتبة. واليوم نحن والشيخ عدنان الرزيق والأخ جميل عقلان والأخ نديم وجميع الأخوة الأخ عادل العزي كلهم المتواجدين حاليا الآن في والأخ الوكيل شؤون الدفاع والأمن الفندم عبد الكريم الصبري كلهم متواجدين اليوم هنا من أجل تعزيز دور الدولة واستلام مؤسساتها. اليوم الفندم جميل عقلان يستلم جميع المؤسسات بدون استثناء، يستلم المالية والضرائب والمواصلات والشرطة العسكرية وإدارة الأمن والنادي الأهلي وعمليات المحور ونادي الضباط، جميع مؤسسات الدولة المتواجدة في المربع الشرقي كلها سلمت للأمن المركزي والشرطة العسكرية. نشكر جميع من تعاون، نشكر جميع من ساعد في تهدئة الوضع وحقن الدماء، ونعتبرها سحابة صيف ومرت. وإن شاء الله كل الجهود اليوم، كل الجماعات، كل الأفراد اللي كانوا متواجدين يتناحروا في بينهم سيتوجهون للجبهات نحو عدو واحد وهو العدو الحوثي. شكرا جزيلا. تم تسليم كل مؤسسات الدولة للوحدات وللأمن الخاص والأمن العام وقيادة الشرطة العسكرية بمبادرة من كتائب الشيخ عادل أبو العباس، وكذلك بجهود جبارة من قائد المحور اللواء خالد فاضل، وسلمت العميد جميل عقلان قائد القوات الخاصة، وكذلك العميد جمال الشميري قائد الشرطة العسكرية. وتم بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المشهود اجتماع وائتلاف القلوب وتوحد الأيدي كلها ضد عدو واحد غاشم ظالم مجرم، وهو العدو الحوثي الانقلابي. وفي هذا الوقت وفي هذه الساعات ونحن في الشرقية حيث كان يراهن كثير من الناس أن فيها أناس ضد مؤسسات الدولة وضد نفوذها، فوجدنا كل شرائح المجتمع بكل أطيافها بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية والمدنية والعسكرية ترحب بنفوذ الدولة وبسطها. وها نحن نتنقل من مؤسسة إلى مؤسسة ومن شارع إلى شارع ومن إدارة إلى إدارة لتسليمها بفضل الرجال بفضل الله ثم الرجال المخلصين. وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز أقرت آلية تسلم المقار والمؤسسات الحكومية الواقعة في المربع الشرقي بحسب ما نص عليه اتفاق لجنة التهدئة التي يرأسها وكيل المحافظة عارف جامل. وأوضحت اللجنة في اجتماعها برئاسة المحافظ أمين محمود أن الآلية هي خطوة أولى في إطار خطة السلطة المحلية لتطبيع الحياة بالمحافظة والبدء بتشكيل لجنة خاصة للنظر في تعويض وجبر الضرر لأسر الشهداء الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة. وللحديث أكثر عن تطورات الأوضاع في مدينة تعز وتسليم المقرات
الحكومية. ينضم معنا عبر الهاتف سيد نجيب قحطان مدير عام الإعلام في مدينة تعز. بداية أرحب بك سيد نجيب، ولو تطلعنا بداية كيف جرت عملية التسليم اليوم؟ أهلا وسهلا يا سيدي العزيز. أولا أحيي قناة يمن شباب بمتابعتها المستمرة لكل جديد في محافظة تعز ونقلها لكافة الوقائع بحيادية تامة. اليوم بدأت المرحلة الأولى من تنفيذ قرار السلطة المحلية المتمثل بقرار اللجنة الأمنية بتسليم جميع المقارات في المربع الشرقي للدولة، وبالتالي كان اليوم يوم ارتياح من جميع أبناء تعز ومن كافة مكونات محافظة تعز، حيث تم التسليم بكل ثلاثة تتصرف في محافظة تعز على سلطة البندقية، وتمت العملية بكل هدوء. لم يكن أحدا هناك يعارض تسليم هذه المقارات، بل كل الأطياف وكل المكونات وكل الفصائل اتفقت على أن يكون خاضعين للدولة، وعلى أن تكون كل المقار الحكومية والمؤسسات الحكومية والخاصة خاضعة لإشراف السلطة المحلية. والحمد لله تمت اليوم بكل هدوء هذه العملية، ونجحت المرحلة الأولى بامتياز، وتم تسليم 20 مقار من المقارات الحكومية والمؤسسات الخاصة في يومنا هذا. حضرت لجنة التهدئة بقيادة الشيخ عارف جانل والفندم عدنان رزيق وعبد الكريم الصبري وكيل محافظة الأمن ومحمد نجيب مدير عمليات كتائب بن عباس، وكانت العملية في ارتياح عام بكافة أبناء محافظة تعز. اليوم تطبيع الحياة يعود بشكل قوي في محافظة تعز. اليوم السلطة تفرض سيطرتها على معظم الشوارع والمربعة في محافظة تعز، لم يبق إلا القليل. بإذن الله سيتم في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة عما قريب، ولا تزال الأمور مستمرة. نعم. ولا تزال اللجنة في حالة انعقاد واصل، وبإذن الله سوف تعود الحياة أفضل مما كانت عليه سابقا. طيب سيد نجيب، ذكرت بأنه في المرحلة الأولى تم تسليم المقرات الحكومية والخاصة إلى الدولة وعودتها مجددا، إذن ما هي المرحلة الثانية والثالثة التي ستتم في المدينة؟ نعم، هناك مرحلة ثانية بإذن الله ومرحلة ثالثة بتسليم كافة المقرات في كافة المربعات الأخرى، سواء في المربع الغربي، في المربع الشرقي، في المربع الشمالي والجنوبي. سيتم بإذن الله وفق الاتفاق أن يتم جميع المقرات، سواء كانت حكومية أو خاصة، التي الآن تخضع سواء لبعض الألوية في الجيش أو لبعض أفراد المقاومة، سيتم تسليمها كافة للسلطة المحلية وإخضاعها لإشراف السلطة المحلية مباشرة. وبالتالي ما حقق اليوم يطرحنا أمام خطوة إيجابية جادة لتنفيذ العملية الثانية والمرحلة الثانية بكل يسر وسهولة، خاصة وأن الجميع متعاون والجميع يقدم مبادرات إيجابية والجميع يسعى إلى أن يتم فعلا تسليم كافة المقار دون استثناء للدولة وإخضاعها للدولة دون أي معارضة ودون قيد أو شرط. طيب سيد نجيب، قلت بأنه يتم حاليا تسليم المقرات الحكومية، وسيتم أيضا في المراحل القادمة تسليم كل هذه المقرات إلى السلطة المحلية. إذن في السلطة المحلية ما هي طبيعة القوات التي تقوم بعملية الاستلام؟ نعم، حسب الاتفاق تقوم القوات الخاصة إضافة إلى الشرطة العسكرية وأيضا برقابة وإشراف اللواء الخامس حرس رئاسي باستلام كافة هذه المقرات والمؤسسات. وبالتالي فإن الآن العملية مرتكزة كافة بالاستلام، خاضعة لقوات الأمن الخاصة إضافة إلى قوات الشرطة العسكرية التي باشرت عملية استلامها فعليا اليوم وخضوعها لإشرافها بشكل مباشر. طيب يعني تحدثت عن القوات الخاصة والشرطة العسكرية، لكن ألم يكن حاليا بقوات الأمن العام وهي المخول الأول في وأيضا وحراسة المنشآت باستلام مثل هذه المقار؟ معنى سيد العزيز الاستلام وفقا للاتفاق على أن يستلم هذه المقار الأمن الخاص، القوات الخاصة وقوات الشرطة العسكرية، وبعد ذلك تقوم بتسليمها لأصحابها الحقيقيين. نعم. يعني كل جهاز تتم تسليمها لمالكها وللمسؤول عليها مباشرة. وبالتالي فإن قوات الأمن العام اليوم استلمت إدارة الأمن مباشرة، وهي الآن موجودة في إدارة الأمن قوات الأمن العام قوات الشرطة. نعم. وبالتالي فإن بقية المكاتب وبقية المؤسسات سيتم تسليمها لكل جهة مختصة للإشراف عليها ومباشرة عملها من تلك الجهة. هي العملية فقط. نعم. المرحلة الأولى استلمتها القوات الخاصة والشرطة العسكرية تمهيدا لتسليمها للجهات المختصة بإدارة عملها من تلك المقار. نعم، والأهم في ذلك أن كل هذه القوات تتبع مباشرة السلطة المحلية في المحافظة والتي تمثل الدولة أساسا. هناك سؤالان أريد أن أسألك إياهم سيد نجيب. الأول يتعلق هل تم تسليم المطلوبين أمنيا والتي كانت الحملة الأمنية قد طلبتهم أثناء هذه الاشتباكات؟ والثاني
كيف قوبلت هذه الخطوة من تسليم المقرات من رد فعل لدى السكان في مدينة تعز؟ نعم، بالنسبة للسؤال الأول الخاص بالمطلوبين أمنيا، لا تزال هناك لجنة مشكلة بخصوص المطلوبين أمنيا، تسليمهم لمحاكمة عادلة وفقا للقانون وإثبات الأدلة عليهم. كل من تورط بجريمة وثبت عليه بالدليل القانوني بأنهم تورط في جريمة سيحال إلى النيابة المختصة للتحقيق معه، وبالتالي فإن اللجنة لا تزال تمارس عملها بضبط هؤلاء العناصر المطلوبة أمنيا بإحالتهم إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم وفقا للقانون. أما بخصوص السؤال الثاني، فقد لاقى أبناء تعز اليوم عملية تسليم المقر الحكومي والمؤسسات في ارتياح تام، بل أن أبناء تعز اليوم يشعرون وكأنهم انتقلوا من مرحلة مظلمة إلى مرحلة مشرقة تماما، وكأننا اليوم نعيش عيد حقيقي باستعادة هذه المقار. تعز أصلا لا يمكن أن تعيش إلا في كنف الدولة، وأبناء تعز من أولى الناس، من أولى الشعب الذين يلتزمون بالنظام والقانون ويبحثون عن الأمن والأمان، وبالتالي هذه الخطوة أعادت لأبناء تعز الاعتبار الحقيقي لمدينتهم، مدينة المدنية والنظام والقانون، وهم اليوم يشعرون بأن فعلا الدولة موجودة في تعز، وأنهم عايشون بأمن وأمان واستقرار، وأنه لا يمكن إلا أن يعيشوا في ظل النظام والقانون. وما دون ذلك لم تضحي تعز 6000 شهيد و 22000 جريح إلا من أجل استعادة الدولة، وها هي اليوم تتحقق أولى خطوات استعادة الدولة بشكل قوي ومباشر. نعم، وضحت الصورة سيد نجيب. مباركة من قبل الجميع. وضحت الصورة سيد نجيب قحطان، مدير عام الإعلام في تعز. نتمنى لكم كل توفيق سواء في السلطة المحلية أو قوات الأمن والشرطة أيضا، ويعني القيادات العسكرية، وبالتأكيد السكان والمدنيين. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف. شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات طالت مواقع عسكرية وتجمعات لميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة الحديدة الساحلية. وقال مصدر محلي إن الغارات استهدفت مواقع للميليشيا في منطقة الجبانة بمديرية الحالي، وشهد تصاعد الأدخنة من المكان المستهدف دون أن ترد معلومات عن نتائج الضربة الجوية. في شأن آخر، قتل قياديان اثنان من ميليشيا الحوثيين الإيرانية في غارتين لمقاتلات التحالف العربي في محافظتي حجة والبيضاء. وقال مصدر ميداني إن القيادي الحوثي المدعو علي أحمد محمد هاشم العزي لقي مصرعه في غارة استهدفته بمنطقة الجر بمحافظة حجة. أما في الحديدة فقد قتل القيادي في الميليشيا الحوثية المدعو محمد عبد الله الجرب الشرفي، أحد مشرفيها هناك، بغارة جوية. إلى صعدة، حيث أكد محافظ صعدة هادي طرشان أن بشائر النصر على ميليشيا الحوثي الإنقلابية تلوح في الأفق، ومبشرا أبناء صعدة واليمن عموما باقتراب رفع العلم الوطني فوق جبال مران وفي مركز محافظة صعدة. وقال طرشان في مداخلة له على يمن شباب إن الجيش يتقدم في جميع المحاور وأصبح يطبق كماشة على معقل الميليشيا باستثناء المنفذ الجنوبي والوحيد من الجنوب باتجاه عمران. ولفت النظر إلى أنه رغم إعاقة الألغام المنتشرة بكثافة لتقدم الجيش، إلا أن التقدم مستمر من الشمال باتجاه علب، حيث وصل الجيش إلى آل صبحان وفرض سيطرته النارية على أبواب الحديد الذي سيمكنه من الوصول إلى مركز مديرية باقم. كما قال المحافظ إن تعاونا كبيرا من قبل الأشقاء في التحالف في عملية نزع الألغام عبر فرق هندسية تابعة للجيش، ولكن في حدود الإمكانيات البسيطة، حيث لا يمتلك الجيش تجهيزات كبيرة للقيام بهذه المهمة الصعبة ولا يمتلك كاسحات ألغام. داهمت ميليشيات الحوثي الإنقلابية بحملة عسكرية مركزا للسلفيين في عاصمة محافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية لقناة يمن شباب إن عشرات المسلحين من الميليشيا يقودهم القيادي الحوثي أبو رمزي والقيادي الحوثي أبو مجاهد صامد الريامي أقدموا على مداهمة مركز علي بن أبي طالب للعلوم الشرعية التابع لجماعة السلفيين بمدينة البيضاء. وأضافت أن عناصر الميليشيا وصلت إلى المكان على متن عدد من الأطقم واقتحمت المركز وأجبرت القائمين على المركز على توقيع التزامات بعدم إقامة أي حلقات لتحفيظ القرآن الكريم أو دروس علمية في المركز. ووفقا للمصدر فإن الميليشيا هددت القائمين على المركز باعتقالهم
ونقلهم إلى سجن الأمن السياسي بالمحافظة إنهم استمروا في إقامة حلقات التحفيظ أو أي دروس مسجدية. أكد تقرير محلي ارتكاب ميليشيا الحوثي الإجرامية 4500 انتهاك بحق أبناء محافظة صنعاء. نتابع ما ذكره هذا التقرير في التقرير التالي. أطلقت منظمة شهود لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي بمدينة مأرب تقريرها الحقوقي الأول الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في محافظة صنعاء منذ مطلع يناير إلى نهاية ديسمبر من العام 2017. وقال رئيس المنظمة فائز صالح الظرف أن فترة رصد التقرير تطلبت جهودا كبيرة لمدة عام كامل، حيث عمل فريق الرصد في ظل وضع محفوف بالمخاطر نتيجة حملات القمع التي يشنها الحوثيون ضد الناشطين والحقوقيين في صنعاء والمناطق التي يسيطرون عليها. إجمالي الانتهاكات الذي عرضناها في التقرير 4501 حالة انتهاك بحق المدنيين في محافظة صنعاء. هذا ما رصده الفريق في المديريات، وهناك انتهاكات كثيرة لكن هذا ما رصده الفريق. وبحسب التقرير تحل جريمة القتل بواقع 66 حالة إضافة إلى 64 حالة إصابة و78 حالة اعتداء جسدي وتهديد وترويع، وحوالي 1513 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب جسدي، و412 حالة تجنيد للأطفال دون سن 18، إضافة إلى 388 حالة اعتداء على الممتلكات والمنشآت الخاصة، و163 حالة اعتداء على الممتلكات والمنشآت العامة، و1450 حالة اعتداء صنفت كعقاب جماعي مورس ضد المواطنين في قرى ومديرية المحافظة، منها تشريد 661 أسرة من مختلف مديريات المحافظة، أي ما يعادل 3193 نسمة، بالإضافة إلى 414 حالة تهجير قسري. وسجل الفريق أيضا 367 حالة اعتداء تعد تقويضا لسلطات الدولة. طبعا محافظة صنعاء نالها نصيب كبير من الانتهاكات، أكثر من 4000 انتهاك التي تم حصرها حتى الآن، وأنا أعتقد أن هذه هي أذن الجمل فقط. هناك انتهاكات كبيرة جدا لحقوق الإنسان في محافظة صنعاء، خاصة أنها مثار أو مناطق اشتباكات ومناطق صراع قوى متعددة، ولذلك نجد أن انتهاكات حقوق الإنسان فيها متعددة الأشكال والأنواع ولا تزال مستمرة. أتى هذا التقرير ولا تزال محافظة صنعاء مسرحا لعمليات إجرامية ضد المدنيين، ولا يكاد يمر يوما إلا وترتكب الميليشيا الحوثية جرما بحق أبرياء عزل من أبناء المحافظة، فيما لا تزال قوات الجيش الوطني مرابطة في أطراف نهمة وأرحب ومنتظرة قرار الحسم الفعلي لإيقاف إجرام الميليشيا الحوثية. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب. وللحديث عن انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق صنعاء وهذا الرقم وهذا التقرير الذي رصد الانتهاكات ينضم إلينا محمد القليسي الصحفي. يعني سيد محمد القليسي، بداية كيف تم رصد هذه الانتهاكات ومعلوم يعني ما تقوم به الميليشيا من قمع في صنعاء؟ طبعا الرصد في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية هو أمر في غاية الصعوبة، إذا كانت هذه الميليشيات تقوم بالتضييق المواطن العادي فما بالك بالشهود الذين يقومون برصد وتوثيق هذه الانتهاكات المروعة بحق الإنسان وحق المواطن. حدثت كثير من الإشكالات أثناء الرصد ومتابعة مثل هذه الانتهاكات، حتى فرق الرصد المحلية قد نالها ما نالها من الانتهاكات وصلت إلى السجن والتعذيب لطواقم من الراصدين. ذكرتم أيضا في التقرير أن ما تم رصده هو جزء قليل من الانتهاكات نتيجة صعوبة الرصد الدقيق الذي هو بالمعايير الحقوقية المطلوبة. نعم. لذلك تم الرصد عبر شهود عيان، عبر مواطنين، عبر ضحايا. أيضا التقرير سجل حالات. نعم. متعددة من الضحايا الذين شرحوا حالات
الانتهاك التي مطلوب. إذن في هذه الحالة هذه الأرقام تعتبر تقريبية يعني، وقد تفوق هذا الرقم بشكل كبير يعني، هذه الحالات التي تم رصدها فقط. الحالات التي تم رصدها هي نماذج بحسب اعتقادي وبحسب نعم. بلا شك هي نماذج من الانتهاكات نتيجة التضييق، وأيضا خوف كثير من الشهود حتى الذين أصابهم الضرر نعم. يخافون التصريح وأيضا الإفصاح عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، خوفا من انتهاكات قادمة كبيرة نعم. تطالهم نتيجة حديثهم لتوالي وسائل الإعلام أو حتى للمنظمات الحقوقية. لذلك هذه الانتهاكات لا تمثل الواقع الذي يعيش المواطن في محافظة صنعاء، ومعروفة محافظة صنعاء ما تشكله من أهمية استراتيجية في حدود العاصمة، وأيضا مخزون بشري كبير يحاول الحوثي ترويضها لما معرفته أنها البوابة للعاصمة صنعاء. إذن أستاذ محمد القليسي، يعني كما تفضلت وذكرت وشرحت الواقع بأنه من الصعب رصد كل الحالات، وهذه الأرقام هي أرقام تقريبية، لكن الأرقام التقريبية بحد ذاتها مخيفة. الرقم يصل إلى 4500 حالة انتهاك، يعني هذا الرقم الذي تم رصده ماذا يعني؟ هذا يعني أن محافظة صنعاء كغيرها من المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية تعيش حالة انتهاك دائمة ومتكررة ومستمرة على مدار الأسبوع وعلى مدار الشهر وعلى مدار السنة. إذا كان لا يمر يوم إلا وتحدث انتهاكات في كل مديرية المحافظة، فمن الطبيعي أن تسمع هذه الأرقام الكبيرة والتي أيضا ليست كل الأرقام. هذه المحافظة تعيش تحت ظل احتلال يعني بكل ما تعنيه الكلمة نعم. فالوضع الطبيعي بالنسبة لهذه الميليشيات هو الانتهاك، والوضع الاستثنائي هو الحفاظ على حقوق الإنسان نعم. تتوقع من جماعة ليس لها أي يعني محظور فيما يتعلق بحقوق المواطن. نعم أستاذ محمد القليسي، يعني الأرقام كبيرة، يعني توزيع 4500 حالة على حالة قتل 66 حالة قتل، 64 حالة إصابة، و 78 حالة اعتداء جسدي، و 1513 حالة اختطاف وإخفاء قسري. يعني هذا نقف عند حالات الإخفاء القسري والاختطاف، هذا الرقم الكبير ماذا يعني؟ يعني أنا المواطن في سجن كبير في هذه المحافظة. طبعا الحالات الإخفاء القسري والاختطاف هي تتم بشكل شبه يومي، يتم الإفراج عن بعضهم بعد حالات من التحقيق، حالات من التعذيب، حالات من الخروج وهم معاقين أو حتى وفيات، وتستمر حالات يعني في السجون إلى ما لا يدري الإنسان إلى أي مدى يعني متى سيتم الإفراج عنهم. هذا السجن الكبير الذي يعني يمارسه الحوثيون على المحافظة يؤكد أن الحالات هذه في ازدياد، وأنها فعلا برغم استغرابك واستغراب المشاهد الكريم والمتابع إلا أن ما يعيشه المواطن هي حالات انتهاكات أكبر من هذه بكثير، كون الميليشيات متسلطة على كل قرية على كل منطقة ولها اليد الطولة في ممارسة هذه الانتهاكات. نعم شكرا لك محمد القليسي الصحفي والكاتب والمتابع للشأن الحقوقي، متحدثا عن انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة صعدة. وكما تفضل وذكر بأن هذه الانتهاكات هي فقط للعام 2017 وهي أرقام تقريبية. في شأن آخر، قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن إيران هي المشكلة في اليمن ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل. وأضاف في تصريح صحفي أن اليمن جزء من الجزيرة العربية والخليج والوطن العربي، ولا مكان لإيران في حل هذه الأزمة، وعليها أن ترحل إلى داخل حدودها وأن تبتعد عن التدخل في الشأن العربي والخليجي. وأكد المخلافي أن المبعوث الأممي الجديد مارتن جريفيث يقوم حاليا بمحاولات جيدة لإعادة ميليشيا الحوثيين الإيرانية إلى طاولة المفاوضات بعد تهربهم طويلا. وأشار وزير الخارجية إلى تمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث لإحلال السلام في البلاد، والتي تشمل تسليم السلاح والانسحاب من المدن والوصول إلى حل سياسي، مضيفا أنه عند تنفيذ هذه الخطوات يمكن التوصل إلى صيغة الحكومة التي ستقوم باستكمال الفترة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية.
كما اتهم وزير الخارجية الميليشيا الحوثية بتعطيل مهمة المبعوث الأممي بعد أن أجبرته على تأجيل الزيارة إلى صنعاء السبت الماضي، مبينا أن الحكومة اليمنية دعمت المبعوث الأممي السابق وتدعم الحالي، والمشكلة ليست فيهما إنما في الميليشيا. ولفت المخلافي الانتباه إلى أن الميليشيات تراهن على عامل الزمن وتعتقد أنها باطلة بإطالة الأزمة يمكن أن تفرض الأمر الواقع وأن يعترف اليمنيون بانقلابهم، مؤكدا أن الحكومة اليمنية والتحالف العربي لن يتجاوب مع الابتزاز الحوثي الإيراني ولن يكون أمام الانقلابيين سوى الاستجابة لمبادرات السلام. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مستشار وزير الإعلام سيد مختار الرحبي. بداية أهلا بك سيد مختار، لو نظرنا إلى تصريح وزير الخارجية سيد عبد الملك المخلافي قال إن إيران هي المشكلة في اليمن ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل، فهل هناك حلول ربما أو اقتراحات لإدخال إيران في أي عملية تفاوضية لوضع حل سياسي في اليمن؟ بالنسبة لإيران، إيران بالفعل تعتبر يعني من أهم الأسباب أو من أسباب المشكلة في اليمن، بالتالي لا يمكن أن تكون هي جزء من الحل. تمت بأكثر من مبادرة وليس مبادرة واحدة للحل السياسي والعودة للمسار السياسي، ولكن تم رفضها بحكم أن إيران هي الدولة الداعمة للانقلاب، الدولة الداعمة للميليشيا الانقلابية، الدولة الرئيسية المتبنية لسلاح الحوثيين، بالتالي لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال أن تكون هي التي تتقدم بالمبادرات وتتقدم بالاقتراحات للعودة للمسار السياسي، طالما أنها مستمرة في دعم الحوثيين على جميع الأصعدة سواء السياسية والدبلوماسية وكذلك العسكرية، بالتالي لا يمكن أن تكون هي جزء من الحل، وهذا طبعا ما كان يقصده معالي وزير الخارجية. يعني ما فتحت إيران أن تقدم حلولا سياسية أو مقترحات لإعادة الأطراف اليمنية إلى المفاوضات السياسية هي من تريد أن ترعاها؟ هي تقدمت أكثر من مرة، آخرها كان قبل أكثر من شهرين حينما تقدمت بمبادرة للحل السياسي والعودة للمسار السياسي والسلمي، طبعا كانت منها عدة نقاط ولكن لم يلتفت لها أحد ولم تتبناها الشرعية ولم تلتفت حتى لها سواء الشرعية أو التحالف العربي أو حتى المجتمع الدولي، لأنه دائما ما كان يحذر من إيران، يحذر إيران من أن تستمر بدعمها للميليشيات الحوثية، بالتالي استمرارها هو يعطل أي وساطة أو أي مقترحات يمكن أن تتقدم بها بحكم أنها طرف، بالتالي حينما تكون طرف هي في الأزمة وطرف في المشكلة وطرف في القضية لا يمكن لها أن تكون أيضا طرف في الحلول السلمية إلا حينما أن موقف محايد ولا تدعم الميليشيات الحوثية، بالتالي أعتقد ممكن أن يتم الحديث عن دور أو يعني مناقشة بعض ما يتم طرحها من مقترحات، أما وهي تدعم الميليشيات الحوثية بالسلاح، تدعم الميليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية، تدعمهم بخبراء من حزب الله اللبناني ومن الحرس الثوري الإيراني، بالتالي عن أي مسار سياسي. يعني هذا عسكريا أيضا سيد مختار، إذا عادت يعني الأطراف السياسية في اليمن ويعني لو ضمننا من بينها ميليشيا الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، ما هو حجم التأثير الإيراني على الحوثيين وأيضا بالتالي على المفاوضات السياسية التي قد ربما تؤدي إلى حل في اليمن؟ طبعا الحجم التأثير كبير جدا، وأنا أتذكر حينما كنا في جنيف في المشاورات كان هناك خبراء إيرانيين متواجدين في معنا في مدينة ديال السويسرية، وكانوا يؤثرون بشكل كبير جدا، خصوصا حينما كنا نصل الى نقاط مشتركه او نقاط يعني بعض النقاط التي يتم الاتفاق عليها، دائما ما يعودون الى الخبراء منهم، خصوصا ان الايرانيين لديهم باع طويل في المجال المشاورات وفي المجال كذلك المجال الاتفاقيات وابرام هذه الصفقات السياسيه، كونهم خاضوا اكثر من مشاورات واتفاقيات مع الجانب الغربي بما يتصل بالملف النووي الإيراني. طيب سيد مختار، لا نأخذ هذا بعيدا عن الصعيد الذي ظهر فيه وزير الخارجية الأمريكي المعين حديثا مايكل بومبيو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، والذي اتهم فيها إيران بأنها الراعي الأكبر للإرهاب، هل هناك توجه أمريكي جديد مع تعيين وزير خارجية جديد بما يتعلق بالملف اليمني تجاه إيران؟
أولا بالنسبة للموقف الأمريكي هو موقف مغاير طبعا منذ أن جاء ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك موقف متقدم وموقف صارم بالنسبة للتدخلات الإيرانية وبالنسبة أيضا لما تقوم به إيران في المنطقة. وتعيين أيضا هذا وزير الخارجية الأمريكي الجديد هو لديه موقف متصلب من إيران ومن الملف النووي الإيراني، بالتالي سيؤثر هذا على كل الأدوات التابعة لإيران في المنطقة سواء الحوثيين أو حزب الله وغيرها من الميليشيات المتواجدة في المنطقة العربية. طيب. بالتالي نحن بالفعل نؤمل أن يكون الموقف أكثر صرامة من الإدارة الأمريكية باتجاه إيران، بالتالي ينعكس ذلك مباشرة على الأدوات العاملة لإيران في المنطقة. يعني إذا كان هذا التغير في السياسة الأمريكية تجاه الملف اليمني مع تغير الإدارة الأمريكية، كيف يمكن أن تستغل الحكومة اليمنية هذا التغير لصالحها؟ بالنسبة للحكومة الشرعية هي تعمل بشكل مباشر وبشكل كبير في الجانب الدبلوماسي وفي الجانب الدولي، وتحضر المؤتمرات وتنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا بعد موقف الإدارة الأمريكية الجديد من إيران وملفها وكذلك من أدواتها في المنطقة. بالتالي الحكومة تعمل على إظهار مدى أن الميليشيات الحوثية وجودها خطر على المنطقة، وجودها خطر على الأمن القومي أيضا العربي، الخطر القومي أيضا الخليجي. بالتالي هذه العوامل كلها تتشكل وتكون أدوات مساعدة أمام الحكومة لاتخاذ قرار أكثر صرامة باتجاه الحوثيين وما يقوم به من جرائم ضد اليمنيين وضد الأمن القومي العربي. إذا أشكرك جزيل الشكر مستشار وزير الإعلام سيد مختار الرحب معنا عبر الهاتف. إذن وبالحديث عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، فقد قال مايكل بومبيو إن إيران تدعم المتمردين الحوثيين في اليمن عن طريق تزويدهم بالمعدات العسكرية وتمويلهم وتدريبهم، وهذا يعد انتهاكا لالتزامات إيران أمام مجلس الأمن. وأكد في مؤتمر صحفي مشترك بالرياض مع نظيره السعودي عادل الجبير أن إيران أكبر راع للإرهاب في العالم وتعمل على زعزعة استقرار المنطقة وتدعم الميليشيات التي تعمل بالوكالة والمجموعات الإرهابية وتسلح المتمردين الحوثيين في اليمن وتقوم بأعمال القرصنة. وأشار وزير الخارجية الأمريكي الذي وصل الرياض السبت الماضي إلى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء المعاناة والنزاع في اليمن، موضحا أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على دعم جهود المبعوث الأممي الجديد والدفع باتجاه حل سياسي دائم لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن ومعالجة الوضع الأمني المتردي هناك. قالت مصادر سياسية يمنية إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث سيناقش مع الحكومة والميليشيا الحوثية خلال جولته الحالية في المنطقة إمكانية عقد جولة مفاوضات قادمة خلال شهر مايو المقبل. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن المصادر قولها إن الشرعية تدعم أي جهود تؤدي إلى حقن الدماء سواء كانت مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، وتثمر عن الخروج بإجماع دولي يؤدي لإجبار الميليشيا على تنفيذ القرار الأممي رقم 22-16. وأضافت أن الأطراف السياسية المؤيدة للشرعية أبدت دعمها لجهود المبعوث الأممي وشددت على ضرورة التزام الميليشيا بإجراءات بناء الثقة المتمثلة في إطلاق المختطفين والمخفيين قسرياً. كما توقعت المصادر أن تكون هناك نتائج لجهود المبعوث الأممي الشهر القادم، خاصة مع التزامه أمام مجلس الأمن بتقديم خارطة سلام خلال شهرين. من المقرر أن تبدأ غدا في تونس أعمال جلسات الحوار السياسي الذي تنظمه المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية اليمنية. وقال مصدر سياسي إن اللقاء الذي سيستمر 3 أيام ويقام تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن سيشارك فيه ممثلون عن المؤتمر الشعبي العام وتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني وتصحيح الناصري والرشاد السلفي، إلى جانب ميليشيا الحوثيين ومؤتمر حضرموت الجامع والمجلس الانتقالي الجنوبي ومكونات أخرى من الحراك الجنوبي. ويعد اللقاء هو ثاني حوار سياسي يعقد بين القوى والأحزاب اليمنية بعد أن عقد اللقاء الأول أواخر فبراير الماضي بهدف الوقوف أمام الأوضاع الراهنة في الساحة اليمنية، وتم الاستماع إلى تصورات القوى السياسية لوقف الحرب وإحياء جهود السلام. على صعيد آخر، أصدر رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر توجيها بإنشاء متحف للآثار في مدينة حديبو عاصمة محافظة سقطرى
وذلك خلال اجتماع مع سلطاتها المحلية. وقال بن دغر الذي زار الأرخبيل السبت الماضي إن الحكومة حاولت بالقدر المتاح من الإمكانيات ألا تكون زيارتها استطلاعية فقط، بل تحاول أن تقدم شيئا ملموسا للمواطن السقطري في مختلف مجالات الحياة. ووجه رئيس الوزراء بتوظيف 60 معلما ليتم توزيعهم على مدارس الأرخبيل لمواجهة النقص في أعداد المدرسين، إضافة إلى اعتماده 80 مليون ريال لشراء عبارتين لجزيرتي عبد الكوري وسمحة للتخفيف من أعباء التنقل من الجزيرتين إلى سقطرى أو المكلا، و24 مليون سنويا لمواجهة الاحتياجات الأساسية للجزيرتين. وشملت توجيهات رئيس الوزراء إجراء دراسة عاجلة لإنارة شوارع في مدينة حديب بمسافة 10 كيلومتر وتزويد المحافظة باحتياجاتها من النفط والغاز، مشددا على ضرورة المحافظة على الجزيرة عسكريا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا. شكلت المدارس في محافظة الضالع أحد أهم وسائل المقاومة الشعبية التي أسهمت بالانتصارات وكسر شوكة الانقلاب ودحر الميليشيا الانقلابية بصورة سريعة ومبكرة. وحققت انتصارات الضالع المبكرة أول كسر للانقلاب العسكري والاجتياح المسلح الذي شنته الميليشيا والنظام السابق على المحافظات اليمنية. الله أكبر. للصمود الضالعي في وجه الميليشيات الإرهابية شواهد لم تزل معالمها في تلال وسهول المحافظة حتى اللحظة. متارس المقاومة من أبرز شواهد الصمود في وجه الميليشيات الإرهابية، متارس صنعت أول انتصار للشرعية في وجه الميليشيات في عز قوتها وانتفاشتها المسلحة، بعد أن سطرت ملاحم صمود كبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فانكسرت أمامها كل ألوية الحرس الجمهوري وكتائب الموت الحوثية. قمنا بحفر المتارس والخنادق حماية من قناصة الميليشيات ومدافعهم وقذائفهم، وكانت إحدى عوامل التحرير في الضالع. متراسي قبري وقبري متراسي. بين النزال والتخندق قسم الأبطال أوقاتهم، فحفروا عميقا في الأرض وأقسموا على الصمود في وجه آلة الموت الحوثية، صمود حقق انتصارات كبرى. فمن متارس الصمود في مدينة الضالع انطلقت أول عملية تحرير في اليمن، وفي مناطق الوبح ولكمة صلاح والقبة وخوبر والعقلة والحجوف كانت رحلة الصمود الثانية، ومن خنادقها خاض الأبطال أعنف المواجهات ضد الميليشيات الإيرانية، ومنها انطلقت عملية استكمال تحرير المحافظة لتستقر المتارس في حمك على الحدود مع محافظة إب ومريس حيث الصمود مستمر. كنا متمترسون في متارسنا في الضالع، بعد ذلك قمنا بطرد الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح من مناطق الضالع، ثم توجهنا إلى جبهة مريس ونحن الآن مرابطون في متارس في يعيس. هي متارس للصمود لكنها تتقدم، فهذا المقاوم الذي كان يتمترس في إحدى جبهات القتال بالضالع بات اليوم هنا مترسه في منطقة يعيس بمريس، ويقول بأن العين تمتد لتحرير كل الوطن. علي الأسمر، يمن شباب، الضالع. نفذت مجموعة من أمهات المخفيين بالعاصمة المؤقتة عدن وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن والإفراج عنهم كونه صدرت بحقهم أوامر إفراج من النيابة الجزائية. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب التحالف العربية بالكشف عن مصير المخفيين والمحتجزين في سجون تتبعهم بشكل مباشر بعيدا عن الحكومة الشرعية. والتقى النائب العام علي الأعوش أمهات المخفيين قصرا في أعقاب الوقفة الاحتجاجية، وأكد لهم بأنه سيعمل جاهدا في التواصل مع الجهات المعنية في سبيل تنفيذ أوامر النيابة الجزائية بالإفراج عمن لم تثبت بحقه أي تهمة. كما نفذت أمهات المخفيين قصرا والمعتقلين تعسفيا وقفات احتجاجية باستمرار، وذلك للمطالبة بالكشف عن ذويهن المحتجزين في السجون السرية التابعة لقوات الحزام الأمني والخاضعة هي الأخرى لدولة الإمارات. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة دعمها للبنك المركزي اليمني ليكون موحدا ومستقلا لجميع اليمنيين. وأشادت الخارجية الأمريكية في بيان لها بالجهود التي تبذلها إدارة البنك من أجل تحسين قدراته وتجاوز الصعوبات الفنية القائمة.
وكان محافظ البنك محمد زمام قد اختتم مؤخرا مشاورات مع صندوق النقد الدولي بلقاء دائرة الدعم الفني التابعة للصندوق والمكلفة بعمل تشخيص فني لقدرات البنك المركزي في المركز وجميع الفروع في جميع مناطق اليمن بهدف وضع مشروع تطوير للبنك المركزي من الناحية المؤسسية والبنى التحتية لمواكبة التطورات المصرفية. وقال زمام إن الولايات المتحدة تعد من الداعمين الرئيسيين لرفع قدرات البنك المركزي اليمني. وأضاف أن الدعم الأمريكي إلى جانب الدعم الفني والمالي المقدم من السعودية والتي كان آخرها رفض احتياطي البنك المركزي بمبلغ ملياري دولار سيساعد البنك في تنفيذ خططه المستقبلية الهادفة إلى استعادة الدور القانوني والرقابي للبنك. أعادت ميليشيا الحوثيين الإنقلابية العملات التالفة إلى تداول في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، فيما تفرغت قيادات الميليشيا السلالية لنهب مليارات الدولارات والعملات الأخرى. ومنعت الميليشيات تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، فيما يستمر عبث المتمردين الحوثيين باقتصاد البلاد وتأزيم العامة للمواطنين. دفعت أزمة السيولة التي يشهدها البنك المركزي في صنعاء إلى ضخ عملات نقدية تالفة في الأسواق النقدية اليمنية، وخصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأدى نهب احتياطي البنك المركزي من قبل الحوثيين والذي يقدر بأكثر من 5 مليار دولار إلى اللجوء إلى استخدام العملات التالفة التي سبق وأن تم منع تداولها في المصارف. ويمنع الحوثيون من التعامل بالأوراق النقدية الجديدة من فئتي 1500 ريال والتي طبعها البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية التي تتخذ من عدن مقرا لها. وقالت مصادر مصرفية في صنعاء ليمن شباب إن حكومة الحوثيين فرضت على المصارف استخدام وتداول عملات تالفة من فئة 100 ريال و 250 ريال. ويضطر موظفون في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى استلام جزء من مستحقاتهم من فئة العملات التالفة الأقل من 500 ريال. وبحسب آخر إحصائية للبنك المركزي اليمني في 2013، فإن حجم العملة التالفة خلال العام بلغ 18 مليار و17 مليون و432 ريالا يمنياً، في حين تتجاوز العملة المتلفة شهرياً 100 مليون ريال، ما يكبد الاقتصاد اليمني خسائر بعشرات الملايين كتكاليف استبدال وإتلاف العملات الورقية. وحذر اقتصاديون من الآثار السلبية لتداول هذه العملات، حيث ترفض بعض المحلات أو المصارف تداولها أو قبولها مرة أخرى من المواطن، مما يفقده جزءاً من دخله المادي. وبحسب خبراء، فإن من الأسباب التي تؤدي إلى تلف هذه العملات هو لجوء الحكومة إلى طباعتها لدى شركات رخيصة الثمن ليست بالجودة العالية، إلى جانب سوء الاستخدام من قبل المواطنين. قال مدير عام مكتب التربية بمحافظة تعز عبد الواسع شدادي إن عملية الاختبارات للمرحلة الأساسية تجري بشكل سلس وطبيعي وبجميع مراكز الاختبارات بالمحافظة. وأشار الشدادي إلى أن الامتحانات تجري في 15 مديرية وتضم 152 مركزا امتحانيا. تجرى اليوم امتحانات الشهادة الأساسية لهذا العام 2017-2018. وسط كثير من المعاناة، إلا أننا وصلنا إلى الاستقرار التام لهذه العملية، وتجرى الاختبارات اليوم في 15 مديرية من مديرية المحافظة، وتضم 252 مركزا اختباريا تحتوي على 28200 طالب وطالبة. كل هذا العدد يجري اختبارات اليوم وبشكل هادئ وسلس، وليس هناك أي إشكالات أو عوائق تذكر حتى الآن. الحمد لله القطاع التربوي متفاعل بشكل كبير، السلطة المحلية، وزارة التربية والتعليم، الجميع يتابعون بكل اهتمام. في عدن تعرض معبد الهندوس للنهب عقب الحرب الحوثية على المدينة بعد اجتياحها من قبل الميليشيا الإيرانية في مارس من العام 2015، والتي ألحقت دمارا هائلا فيها. هذا وقد اضطر بعض أبناء الطائفة الهندوسية إلى العودة إلى بلدهم الهند، وتوقفت طقوسهم التعبدية في المعبد الذي تأسس في عدن منذ 300 عام.
لا شيء هنا سوى الخراب، فلم يعد هذا المعبد الهندوسي الواقع في منطقة الخسافي بالعاصمة المؤقتة عدن سوى أطلال بعدما تعرض للنهب والتخريب من قبل مجهولين إبان اجتياع ميليشيا الحوثيين للمدينة قبل 3 أعوام. آخر حفلة لهم يعني قبل ما يدخل الحويدة، هذا كله كان يعني هنا في ساري وصورة وهنا صور، والمراوح دور ما در على المكان هذا، أخذوا ورق الريعة بعد ما كسروا ولا في حاجة معهم. بعد ما خرجوا الذي كسروا قالوا له خلاص القريعة يلا الأخدام حلال لكم الباقي، خذوا لك المراوح كل حاجة من فوق 20 مروحة هنا. تعرض لكل شيء، لنهب، سرقة، تكسير، حتى ما خلوش لا وائرات ولا حديد ولا شيء. وكان هذا المعبد مقصدا لعشرات الأجانب ممن يعتنقون الهندوسية حيث يؤدون طقوسهم كما يروي لنا الحاج أحمد وهو حارس في المعبد منذ ما يربو عن 20 عاما. هذا معبد الهندوس، يأتوا كل جمعة الساعة 8 يخرجوا بعد الظهر يجلسوا يقرأوا هنا ويقوم كل مكان، يقوم كل واحد يجيب معه يعني كيس تفاح ليم أي حاجة يطبخوا هنا، يستوي غداء واللي يبقى يقولوا لي وزعوا، نجمع حطب وجلسوا يتقلبوا يدوروا عليه بعد ما يقرأوا فوق يدوروا على المكان هذا وقسوا يتعشوا في الساحة هذه وقسوا يدوروا على أمنا مشواي أمنا مشواي أمنا مشواي جاي ما تجي جاي ما تجي هكذا هاللغة حقهم. تفاصيل كثيرة ما تزال باقية في المعبد الذي يزيد عمره عن 300 عام رغما عن أعمال التكسير والتخريب التي طالت أقسام المعبد بمختلفها، لكنه اليوم بحاجة للرعاية من الجهات المختصة في الحكومة. أنا لي حوالي 3 سنين من بعد ما يعني هجروا المعبد هذا وراحوا بلا راتب ولا شيء، أود أن الجهات المعنية أن تعتني في بنا. وما تزال آثار مظاهر التعايش الديني الذي عاصرته عدن قبل العقود موجودة وعليها مظاهر الإهمال والتخريب لتعكس بذلك الوضع الذي آلت إليه اليمن والتي لم تعد تعرف السلام أو التعايش، فصوت الحرب صار هو الأقوى. معبد الهندوسي بالخساف واحد من أبرز المعالم التاريخية بالعاصمة المؤقتة عدن يعاني منذ اجتياح ميليشيا الإنقلابيين للمدينة من إهمال ونهب ممنهج، وهي دعوة للحكومة الشرعية للاهتمام بالمعبد وكذا الاهتمام بحارسه الوحيد أحمد عبد الجليل. أدهم فهد، يمن شباب، عدن. مشاهدينا في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها. قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية تتسلمان المقرات والمنشآت الحكومية شرقية مدينة تعز تنفيذا لآلية اتفاق مع اللجنة الأمنية. والتحالف يشن غارات مكثفة على مواقع الإنقلابيين في الحديدة، والميليشيا تقتحم مساجد البيضاء وتمنع حلقات القرآن. بعد الاتهام الأمريكي الصريح، تحرك دولي ضد إيران بسبب دعمها لميليشيا الحوثي بالسلاح وتقويض أمن المنطقة. إذا مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة، نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.